كوك الزول في اللون رانا امام المحكمه بالمراد رئيس فرار. صباح الخير الحاج، واش راك لاباس؟ صباح الخير، ربي يهنيكم. الحمد لله، ان شاء الله الله يحفظك. انتوما لي زونسيان تاع الجي ما شاء الله. با كابيلي الجي كيف كيف الجيري الجيري اوغوزمون انتوما فزافي كومونسي الكومبا الله يبارك ولي ليبرتي. سي فري كان عندنا قمع بزاف حنايا. السلام عليكم، بخير لاباس؟ الحمد لله الله يهديك اختي، بارك الله فيك الله يحفظك. ثم مالغري القمع مالغري هذاك بصح افا بدينا كملتو. ثم بديتو وحنا نكملو ان شاء الله. كملتو. مي كما مولوري امي اتر دون جونس كوم بو يعني. Vous avez été mieux que nous. كنتو خير من حنايا. Quand même, vous avez combattu depuis longtemps, الله يبارك. C'était pas tout le monde. Une partie. ماشي 40 ماشي 48 ولايه انتوا وحدكم. اكزاكتو كنتوا في 15 وحدكم، 06 وحدكم، 35 وحدكم، 10 وحدكم. انتوا ما شفتوا فهم شفنا باش يكونوا كل الولايات. انتوا ما وصلتوا حنايا حنايا وصلتوا. عليكم السلام لي زوم الله يحفظكم والحمد لله. وعلى الحمد نجحنا 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 ما رناش وحدنا الله يحفظك. ميرسي انكور، بارك الله فيك. نتمنوا الخير للبلاد هذه ان شاء الله ان شاء الله. نتمنوا الخير للجزائريين، هذا هو ولينا جزائريين. بكري ما كناش جزائريين بكري. كل واحد ونشكل. سي فري والله صح. كنا عروش والله صح. هذا هو بينا بنو ناسيون. هذه سي تي. Vous avez vu ce que je dis? Aujourd'hui, Bdina, Kuno, une nation. C'est vrai, c'est vrai. 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 C'est بالطريقة قانونية سلمية ديمقراطية وحضارية. احكي شاب جزائري تراك مناضل معنا، مناضل تاع الجزائر، واحكي لنا واش صار لك ولماذا رانا اليوم امام المحكمة بالمراد رئيس. فوالا هكاك شاب تا 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 قدام هكاك المحكمة. عليكم السلام استاذ، واش راك؟ كي دايره بخير؟ لاباس بخير. اوكي ورا والله الحمد لله انت بخير. واش في دار في الليل؟ نعم خويا، فيف لا كابيلي ليبر. لا ماشي لا كابيلي ليبر، هضره فيف لاجيري ليبر. تفضل تفضل. ساو لايك ديال التليفون. واصح على الانترنت الفيسبوك. صح ساو لايك بصح تصل هضره تشقلا لا ومع بعد. لا 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 نورمال. ومع لي كوبي. شكون لي كوبا شكون؟ وزري غير مني كوبي، كوبي وحدش. لا لا لا. بونجور حتى واحد ما يكوبي. شوف هضر مع سي فريد راه هنايا. شني ما هضرش لا هضر هذه صح. خير كي راكي مدام لاباس خير هيا. لو بليزير بارتاجي انا حظك. ميرسي بوكو سي جونتي. الله يبارك صافي بليزير. انا جا ولاد الجزائر. السلام عليكم صحي. سي جونتي ميرسي بوكو مدام. بارك الله فيك الله يحفظك. صحيتو لي زوم الله يحفظكم. صحيتو. انت كنت مع سي فريد. دقيقه اروح اروح احكي اجا شوف اجا شوف اجا شوف. فوالا فوالا رانا امام المحكمه بالمراد رئيس في الجزائر العاصمه. سي عبدو تفضل. كنا المكتب نتاعنا كحركه الشباب الصغير مديرين كلش المكتب فضلت الانتخابات محل الاختيارات ما خلاوش دونك امام المكتب الرسمي ام جي سي حركه الشباب التغيير في الجي. هذا النهار يداروا لي تحت اقامه جبريه غير قانونيه في المكتب في الجي وربع ايام وانا مبلوكي في المكتب. تري بيان زيد. داروني مع شخصين الاستدعاء. الله يحفظك خويا الله يحفظك. ما نعرفهمش اصلا. هيا بسم الله.
من قاسمي أغيلاس، وأنا تم اعتقالي دون وجه حق من طرف محافظ الشرطة لكافينياك. دونك بنت تعبوا مليح، كنت قدام المكتب تاعنا، كنت في المكتب تلم استمارات تاع الناس في الوقت الحملة الانتخابية وداروا لك قضية وراك مو كنت في المكتب وتجاوهم تعليمات ما يخليش الناس يطلعوا للمكتب. هذا امر غير قانوني بحد ذاته، امر غير قانوني. ثم كنا فترت التعليمات هذه، ثم كنا في امور غير قانونيه، هما مارسوا امر غير قانوني. ثم انا هبط نجيب استماره، تم اعتقالي بطريقه عسوفيه. وتوجدت ضربتهم، ضربوك واسرع بدون وجه حق. نزلت من المكتب، ريكيبيريت استماره، قالهم اعتقلوا. محافظ الشرطه اللي كان تحت اللي كان يمنع المواطنين يطلعوا المكتب، يعني ديكتاتوريه نيشان في البلاد. ودوكا وصلوا هذه القضيه في العداله. نعم. انا كي قاسوا عليا القرع مع البلطاجيه اللي امن خلصوهم بيديروها نورمال، وانت يا راك مناظر رسمي الحزب تاعنا حركه الشباب والتغيير، داروا القضيه. نعم. يعني بدوي مازال راهي درنا ديكتاتوريه. اي 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 واش مستعد فوتوكا؟ دوك درت سيد القاضي درت اجراءات. القضية تاعي مازال ما جاش. مازال زيد وري الكعب تاعك زيد. يعني راهم يحقروا فينا، دوك راهم يحقروا في مناضلين توانا. قاعة رقم 2 إن شاء الله. راكم تشوفوا بالدليل، هذه حقرة، وراهم يقولوا باللي المافيا تاع 40 سراخ راحت، مازالت مافيا كيف، كي البارح كي اليوم، أوكان شونجمون، هذا مناضل تاعنا هذا ماشي براني، هذا مناضل ورانا في المكتب تاعنا رسمي. في دزاير عاصمة في البريد المركزي، وراهم يحقروا فينا في ديارنا، ودوكا راهم يديروا قضية كاتاستروف. داروا واش من نهار ولا لا؟ اليوم 12/6/2019. لا هذه اليوم بصح القضية. ما داروش واش من نهار؟ ما كتبوش. شكون 29 فبراير كيف ما داروش النهار؟ ما داروش النهار اللي صلات فيه، تما دوك السيد القاضي بيزار وكيف يتهموا واحد بلا ما يديروا نهار. السلام عليكم، صباح الخير، واش راك استاذ؟ كي داير من عكنونه من حوا بعيدك؟ اي شكون؟ انا نحاي هذاك الشادي تاعنا هذاك. حاشا سمي نورمال، سمي نورمال، احترام. الوالي تاع الجزائر زوخ ما نعرفش اللي تيروح بعد 25 سنة نحن البرامير نحن الدوزيام باش يخصمنا باش يرد ما ردش والو على بالي بلي حاسي نحاها نحا وعده. علاش؟ ما نعرف شلاش نديرهم. تفضل التليفون تاعي ويا بيك بليزير في ستوكهولم. ويز بليجر ما وي غانا دو ات اون ذا رايت واي. ويز بليجر ان شاء الله سبتمبر نكون عندك ان شاء الله. سبتمبر ان شاء الله. انا المحكمة اخويا عندي 5 سنين وانا مع المحكمة. لا شوية اليوم باش عاد ان شاء الله. ان شاء الله انا عندي التليفون تاعك وقعدنا غادي نطلع على اللي تصور. وقلت لك سيدي اللي مالك حاسيها؟ داولي بومبا بوين حول لي زوج اسمو دو كيوسك. والله ما ردوا لنا حاجة. والو؟ بوطون حنا الوحيدين اللي عندهم ما تعرف هذاك الكواغ تاع المحل. دوك ديكتاتوريا نيشان يعني دلعو نورمال. 5 سنين وانا مع خويا في داشا. علاه؟ خويا كان بكري جوج. الله يبارك. انا كنت ديك 50 سنه وانا نبعث له 5 طونوات الطوموبيلات. نديرو فيلا فيها 55 مليار. الله يبارك. نخليه في المحكمه. علاه؟ خاطر انا كنت حمار. حاشا انا كنت حمار. حاش يا راك ما شاء الله انت كبير. نية خير من يدك ما تعرف بك الله يحفظك. نية مع الشعب ما كاش. شتي ليزونسيان ولا لا؟ ما كاش. واه دار لي قضية عند خوك دار لي قضية؟ يس سور. اي 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 5 سنين وانا عقاب واش يدير؟ اي 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 هذه راك اون ديريكت راك اون خوك قاضي يدير لك طنطونة كي معاك. قاضي اي 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 عنده 10 سنين
كونديسيون تاع البلوم لا باش تيوا شتي هو واش لي كونديسيون في القفل خرج مساك اسكت لي طاح اسكت لي حيونا لي كونديسيون ولا تخلاو ولا ديروا لهم خدمه ولا شوف حنايا نديروا دوله القانون واحد اللي عنده رخصه اللي عنده اللي عنده روجيس يخدم بطريقه قانونيه يخدم اللي ما عندوش اي حاجه يخدير يطلب روجيس بيان سور نديروا حل اي واحد اي جزائري ميم اللي راه يبيع راه يبيع طابله تاع الدخان نديروا له لو روجيستر تاعو نورمال حاجه قانونيه ما الجزائر ماهيش فوضى لا هذه مش مليحه هذه اسمها الحقره هذه اي واحد لازم يخدم بالطريقه القانونيه شوف من الرئيس حتى المواطن عادي الله يرحمه وسالي لازم نتفاهموا دوك انا نجاوبك على هذه هيا مثال الجهه الاخرى هكا يبان نشوفوا مليح باسكو السم شي يضرب هنا تفضل الحاج انا لافير ديالي يا رب وزنا فهموا بلي انا 50 سنة هاي بارتا في الخارج ايه بعت اخويا ثلاث طوموبيلات عاودت باش كاين طوموبيل باش كاين الدار ديالو باش تسد الدار ديالو واش يدير واش يقول له الله يحفظك واش يقول له انا بنيتها يا رب ما كنتهاش شحال خصك الدار تاعك تسمح 50 مليار ماذا أخوك لا تعاونوا عنده شعرية تاع الدولة لا تعاونوا لا عاونوا هذه ما عندوش كيما جوج تعاونوا يا هذه ما تخرجش كاع في الراس هذه 50 سنة ملي عاونتو ماشي دوك صح كان جوج فاني كان قاضي ما تعاونوا ما والو هل تعاونوا انا كنت حاسب جزائر جزائر باسكو كان نيه مسكين هو هو كان نيه كان يخدم لي هكا قدامنا يا نبعث على اسم يما يخدم لي كدا يا صح صح كتبنا على اسم يما واش يدير هو قال لك عطيني حقي نتاع يما هكا قال لك اي تخلصت زاد بيدي يدي حقهم من عندي يما بايدي كلشي ومن بعد من بعد الحق البلاد كومبلي يكتب على يما هذايا يكتب على بشحال خمس سنين دار 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 هو وليدو افوكا وشكون يخدم عند سيديني محامي تاع نقابة محامي ولا مش عارف واش بنتو كيف كيف جاو 10 محامين باتوني باتوني سيديني با لا هو يخدم عنده صحة سي كيفاش؟ فهمتك فهمتك رغم هذا ما قدر يدير والو واش يقول لي وليدو؟ اسمع انت رحت العشرين افوكا ما حبوش ياخذوا القضيه ديالي يا فوك واش تقول له انت هذا انا شايفك مازال ما سجلتش واش يدير؟ زعما كاين لي افوكا هنا وكذا وكذا سي بون اوكي خليه يكمل دقيقه تفضل تفضل المهم خلاص دوكا هذا الاسبوع بعد خمس سنين باش لقينا قاضي بعد الحراك كله يتحرك دوكا مازال يخدم خوك مازال يخدم لا حوسوه قلت لك المحكمه واش بيك عند 10 سنين مشيت اللي حوسته لا باقي قضية تاعكم وصي جامعي كي كان محسوب كي كان تسمى قالت لي زافوكات ما كانوش يخدموا خدمتهم وما يقدروش يوقفوا باسكو على هو قاضي قلت يا اخي جوج وا جوج اي والله تما كانت تما هذيك كانت الحالة كلشي مبلوكي كاش كان كلش مبلوكي ودوك هذيك تسمى حبيت قلت تسمى مع الحراك هذا فيها لا انا قبل الحراك شريت انا لافير معاه شريتها لافير معاه قبل الحراك انا قانونيا طلع حفظت كذب كذب وهدا وكاع يقول لهم باللي انا عليكم السلام واش كان يربي فيا انا قاعد كل حاجه بخير غايه الله يحفظك خويا رحت للسعوديه في 1974 هو بدا لا خوك هذا انا باش تخيل هذا مناظره تاع الحرب مش بيه ومع الخاش تشيرك كاع تاع الجزائر خليك دونك سانانا لي بروبليم بيرسونيل سي ان اكزامبل يعني با تشوفوا واش راه صاري في بلادنا بالنسبه للعداله ما اين لك هذا وما يديروهاليش مع حداد ولا مانيش عارف كيفاش كل عادين هادو يديروها مع هادو اللي يخدموا معنا يوميا هادو المصيبه تاعنا شكون هادو القضاة وكاع
10% فوالا دير لا ديفيرونس بالك 10% 15% لا كاين بزاف فيهم ديك لا لا حاشا حاشا بالك 15% 20% ماشي 100% دير لي لي نيوانس لي نيوانس I helped his son to go to America. He got an Algerian, an American passport. صدق شكلك تقول لي شيبانية أصلوكا أصلوكا هذه بلا لا لا واحدة برك. أنا مات وكان مات تسكن في الخليج. أنا ديت من لاسيا ذاك عارف. ديت لا من ثلاث ساعات ما يجيو لي لا ديفو يقول لهم قسموا هذا الدرهم تاعي ما هو لي الدرهم. قلت له شكلك تقول؟ فأنا قلت في الحكامة. قلت له شكلك تقول؟ أنت حاسس لاسيا واسمه كالي كوسول. بونجور سلام. وشنو الكات ايام قعدت معايا ومن بعد جات قالت المحاميه القضيه قالت له اسمع تعرف لافاني بوروش انتيا قال انا عارفو كيف تكون تعرف قال انا عارف بوروشها وحيد موسى وكذا دقيقه بكون بعد معليش معليش واش دير ايه وين كي قال لي هكذا لابوكا تاعو قاعد جنبي قلت له بصح استاذ سيدي انا ما عرفوش انا ما زادت هنا القضية ما زادت ماشية وشنو؟ قالت له القضية انتبهت قالت له شكون تعرف لافاين بوشا؟ قال انا نعرف سليمان نعرف واسمه وحيد نعرف موسى قالت له هذا اللي قاعد موراك شكون؟ اللي قاعد هذا موراك شكون؟ قال هذا ما نعرفوش انا تما نوضت وقلت له استاذ وشنو هذا؟ وشنو هذا؟ قالت لما قلت له كيفاش قال انا مش عارف هذا يجيب لي واحد يكذب شاهد يكذب نورمال تحبسوا تما والله ما كتبته في التقرير تاعها وما زال التقرير شوف ان شاء الله يسيبوا لك حل وتفرح بالعداله الجزائريه ان شاء الله يسيبوا لي حد خلاص الحل وجا بس 5 سنين وانا نجي معليش 5 سنين 132 سنه بلاد راحت يا الحمد لله دوكا طونسيون سكو بداو كاع طلع لي في رب الدار هذه عاد نعرف الدار هذه كاع نعرف الحمد لله الحمد لله يكون الخير ان شاء الله هكذا كي ديروا ما كاعش ساعه ساعه ديروا حاجه باش ينوضوا والله يا ان شاء الله الله يحفظهم ويسلموا عليهم كاع السلام عليكم Vous avez été vraiment le bouton de l'intérieur de la ce qui se passe là en Algérie. Et je suis venu spécialement de l'autre côté. J'ai traversé les gars l'autoroute pour prendre une photo avec lui. Bien sûr, avec plaisir, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Allez, t'es comme ça. لا خذها بطل خذ بطل يا اخو يا سي فريد ميرسي بو فوت كونفيونس يعطيك الصحه بارك الله فيك يا سيدا شكرا لك وزو بي لاخر كون نوتر ادميراسيون والله العظيم بلا ما صافي بليزي لاخر بليزير بارتاج الله ينورك ان شاء الله نهارك مبروك ان شاء الله كان شي فوندرو لي فاسي لو كو جات سورتي دو سيال سي امبوسيبل افي تيل بو كان الشاب بزاف بصح الحمد لله الحمد لله تلاقينا اللي في المحكمه يبارك فيك الله يحفظك شكرا ان شاء الله السلام عليكم واش راك كي داير لاباس بخير اسمح لي كنا حيز انا نستنى في الاعتماد هذا مكان كي داروها في تركيا وفي الروس الشعب تاعهم تاع شاكال قالوا عندهم لي زاب يفهموا السياسه وكي شفتوا بلي انا جزائري كنت حضروا لي هذا المكان الله يحفظكم ما شاء الله ميكانيسيان جزائري يا خو انا باباك ميكانيسيان نهاري ولي رئيس نهار خفتوا منه نهار 20 سنه ديكتاتوريه ما خفتوش منها انا قلت لكم لا غالب هما ما بغاوش يقبلوا الملف تاعي ندير ميكانيسيان نهاري ولي رئيس انا من بعد ان شاء الله نديروا منصب تاع نائب الرئيس هو يسحب ولي تري ولي رئيس ويا الزيز تبغي الكادر بالك كادر شباب لا ما هذاك ما بغيتو صح خليتو 20 سنه يحكم ماشي انايا ما هضرش ما هضرش كي شفتني انايا تعقر فيا انايا تعرف علاه صبتني نهضر ونمشي
تبغي واحد اللي ما يهضرش وما يمشيش وواحد ميت في البروجي لا تاع لا ميكانيسيان ميكانيسيان ما تقبلوش قولي نبغي الكادر ما نبغيش ميكانيسيان باوي الله يحفظك فيا الله يحفظك ان شاء الله ان شاء الله يكون الخير معكم وبكم ان شاء الله ان شاء الله انا كنت معاك على بالي يعطيكم الصحه لوفاندو على نهار لوفاندو انا بدوني انا لوفاندو شوف لو بلوز امبورطون راك واقف معليش يخطب انا قاصوا لي مال الامن والبرطاجيه قاصوا لي قناه تاع الماء قدام البيرو الناس ربطتني خمس دقائق قبل بصح ما يبغوش الناس يوقفوا في البارك فيك واحد فينا في البراج لما الاولين حاولوا يلعبوا نورمال حاجه عاديه نورمال الحمد لله بارك الله فيكم وفيكم وجميع وكملوا ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله سي رشيد ان شاء الله هذا اللي هذا كلونديستا محترم هذا كلونديستا اسمع نشكي بك انايا اسمع نشكي بك نشكي بك السلام عليكم شيدان احنا نتبعوك وبدا منا خويا بوتين اردوغان داروها كيف قالوا لي زوم وفي البلاد قولي لي بلي انا درتكم طنطانه كيف تعرفوا شويه ما تحقروش في ولادكم ما تحقروش فيهم الله يحفظكم ها هيا طلع في روحكم فوالا ورعى الدوره اي جاني جاي راني جاي ان شاء الله السلام عليكم لاباس خير هيا الحمد لله روح راه تبع ما اسمع لا شبيبه كراكم لاباس خير الحمد لله الله يحفظك خويا وانت بخير والله تري بيان يعطيك الصحة احنا ما باش كل يوم لايف يا خويا كل يوم رمضان كومبلي في الصحراء في جنات في ليزي عين عميناس غردايا لو كان اكتب على بالك بلي يعني كل يوم في الميدان على بالك بها الله يحفظك خويا الله يسترك صحيتو ولا دوكا دوكا رانا مع خونا عبدو راهم يحقروا فيه كيف عليها ان شاء الله شغلك ان شاء الله جوز لينا على لي طاكسي ولا كلونديستا منا نديرو فيها كاش ديسكريسيون شابه تما بارك الله فيك الله يحفظك فيكم صحيتو سي عبدو دوك بغيت ندخلك الحبس بالك ان شاء الله شوف يدخلوك انا ندخل في بلاصتك ما تفهموا مليح على بالكم يا جماعه الخير ما فهمنا والو مع الديكتاتوري هذه تاع بدوي هذا بدوي ما بغى يعطيني لا اقامه لا باسبور لا برمي لا اعتماد وراه يحقر في المناضلين تاعنا ماشي كارثه هذه ولا لا با يخوفهم ولا كيفاه يا سي بدوي شارك حسب روحك شارك حسب روحك بغيت تستعمرنا في بلادنا ولا كيفاه يا سي بدوي سي فيني دايم الله راك بهدرت روحك في السعودية وبهدرت روحك في مكة وبهدرت روحك وراك تحقر في مواطن عادي مي راك كاتاستروف مي فو بخوني بوغ كي فوالا رانا داخلين المحكمة على بالكم بلي حنا قانونيين ما نفلموش المحكمة وندخلوا المحكمة ونشوفوا هذه القضية تاع أربعة ضرور مي حقروا في المواطنين الجزائريين الجيغ والله يبارك أي السلام عليكم وتهلاو في روحكم.